تهاجر بلجيكا ولا هولندا؟ الدولتين من دول الاتحاد الأوروبي، والدولتين عملتهم اليورو، والدولتين موجودين في أوروبا الغربية. ليه بقولك الكلام ده؟ لأن هيكون الاقتصاد بتاعهم إلى حد ما متشابه شوية. هنتكلم على الحالة الاقتصادية والمرتبات وتكلفة المعيشة والضرائب واللغة والصحة، كل اهتماماتك لو أنت حابب تهاجر في أي دولة منهم. أول حاجة الحالة الاقتصادية بشكل عام، خلينا أعرفك بيها لأن برضو دي حاجة مهمة جدا. إجمالي الناتج المحلي في هولندا بيوصل لتريليون دولار، ونصيب الفرد 57,000 دولار، لكن في بلجيكا 583 مليار دولار ونصيب الفرد 49,000 دولار. برغم أن الناتج المحلي فرق تقريبا 50%، ولكن نصيب الفرد الفرق ما بينهم مش كبير. معدل البطالة في هولندا بيوصل ل 3.5%، ولكن في بلجيكا 5.5%. فهنا هولندا تتفوق على بلجيكا. خلينا نشوف بقى المرتبات، وطبعا بتختلف المرتبات على حسب الخبرة والمهنة والمكان اللي انت شغال فيه. فخلينا نشوف متوسط المرتبات بشكل عام. في هولندا متوسط المرتبات بيوصل ل 3250 يورو، اما في بلجيكا بيوصل ل 3500 يورو. فهنا طبعا بلجيكا تاخد النقطة. نيجي بقى للأهم، الضرائب المستقطع من المرتب. بتوصل أعلى قيمة ضريبية للدخل الشخصي في هولندا ل 50%، وفي بلجيكا بيوصل برضو لنفس النسبة 50%، وده رقم كبير جدا، ولكن بتاخده في الخدمات والمرافق العامة اللي انت بتستفاد بيها، لأنه بيتم خصم بعض النفقات زي الرعاية الصحية والتعليم من الدخل الخاضع للضرائب. فهنا في تعادل ما بين البلدين. نيجي بقى لتكلفة المعيشة. بيوصل سعر إيجار شقة في وسط المدينة في هولندا ل 1375 يورو، أما في بلجيكا 826 يورو. فهنا طبعا بلجيكا أرخص، لكن من حيث تكاليف المرافق العامة، الشقة ال 85 متر في هولندا بتكلف 225 يورو، وفي بلجيكا 196 يورو. فهنا طبعا بلجيكا ما زالت هي الأرخص. من حيث بقى تكلفة الإنترنت، باقة 10 جيجا والمكالمات في هولندا بتوصل ل 22 ل 23 يورو، لكن في بلجيكا 20 يورو بس. وتكلفة المواصلات، سعر تذكرة النقل المحلي ذهاب بس في هولندا بتوصل ل 3.5 يورو، وفي بلجيكا 2.5 يورو. فهنا بلا شك بلجيكا أرخص. نيجي بقى لسعر البطاقة الشهرية لو أنت حابب تعمل بطاقة شهرية ليك للمواصلات العامة. في هولندا 80 يورو، وفي بلجيكا 49 يورو. فهنا طبعا واضح ليك أن بلجيكا أرخص بكتير من هولندا، فهي اللي هتاخد النقطة. نيجي بقى للغة. اللغة الرسمية في بلجيكا هي الهولندية والفرنسية والألمانية، و59% منهم بيتكلموا اللغة الهولندية، و40% بيتكلموا اللغة الفرنسية، و1% بيتكلموا ألماني. أما في هولندا في اللغة الرسمية فيها هي الهولندية. فهنا بلجيكا هتاخد نقطة لسبب واحد بس، لأن تنوع اللغات فيها، فده بيدل أن تنوع الثقافات فيها أكبر بكتير، وده بيخلي عندك حرية لو أنت بتتكلم اللغة الفرنسية أو اللغة الهولندية أو الألمانية، أن أنت تقدر تتعامل في البلد دي، عكس هولندا اللي بتحتاج لغة واحدة عشان تقدر تتعامل فيها، واللغة الإنجليزية فيها مش منتشرة بشكل كبير. نيجي بقى للصحة. هولندا عندها من 4 سراير لخمس سراير لكل 1000 شخص، وعندها من 3 أطباء لأربع أطباء لكل 1000 شخص، لكن في بلجيكا العدد كبير جدا، بيوصل من 6 سراير ل7 سراير لكل 1000 شخص، ومن 3 أطباء ل4 أطباء لكل 1000 شخص. فهنا بلجيكا هي اللي تتفوق على هولندا في برضو مجال الصحة. أنا من نسبة ليا شايف أن بلجيكا بالرغم أنها من حيث كقوة أقل من هولندا اقتصاديا، ولكن هي من حيث المرتبات وتكاليف المعيشة شايفها هي أفضل بكتير من هولندا. فأنت من وجهة نظرك، هل شايف أن هولندا أفضل ولا بلجيكا لو أنت حبيت تهاجر ليها؟ مستني رأيك في التعليقات.